مباشرة ومن خيمة الاعتصام ينضم إلينا الآن عضو هيئة متولي وقف الاستقلال السيد فؤاد بقمير. أهلا بك سيدي. في البداية استمعنا إلى رصد التقرير وضيوف التقرير لما يحدث الآن، ولكن أسألك من جديد، ماذا تريد الشركات الإسرائيلية من القبور؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم التحية لكم قناة مساواة على هذه الاستضافة على قناتكم الكريمة. طبعا الشركات الإسرائيلية هدفها ربحي. نحن عندما تكلمنا عن المقبرة طبعا بطبيعة شراء الشركات لأرض المقبرة وقلنا أن هدفها ربحي، نحن بالأساس نتهم المؤسسة الإسرائيلية ودائرة أراضي إسرائيل التي قامت بدورها بمصادرة مقبرة القسام ب 30 مساحة 30 دونم وتسويقها وبيعها للشركات، بالتالي تحويل القبور والأموات إلى سلعة تباع وتشترى. وهنا نحن نتهم المؤسسة الإسرائيلية بأنها لا تبالي بالأموات ولا تبالي بحق القبور ولا تبالي حتى طبعا بالمدفونين في داخل هذه المقبرة، فلا قيمة للإنسان في موسوعة المؤسسة الإسرائيلية. هل حاولتم سيدة بقمير اتخاذ ربما مسارات قانونية وقضائية لنيل ما تريدونه وبالتالي كف يد الشركات الإسرائيلية عن المقبرة؟ حاولنا من خلال التوجه للمحاكم. طبعا بطبيعة الأمر في البداية الشركات توجهت للمحاكم، أرادت طبعا صدور قرارات طبعا تدعم توجهها من بأن ملكية مساحة المقبرة هي طبعا لها الحق في أن تبني عليها ما تشاء من مصالح شخصية تعود لها. كانت هناك عدة جلسات في داخل المحاكم، تحولت مجلس محكمة الصلح، المحاكم المركزية، حتى وصلت حتى من خلال طبعا توجه لجنة الأهالي للدفاع عن مقبرة القسام وصلت إلى المحكمة العليا. نحن على مدار قرابة السبع سنين طبعا نتحول من محكمة إلى محكمة، لعل أن المحاكم تنصفنا في أن تذهب معنا بأن حرمة الأموات هي فوق كل المعايير الاقتصادية والربح المادي، ولكن للأسف القضاء الإسرائيلي هو عبارة عن مؤسسات تخدم في الأساس المؤسسة الإسرائيلية التي تريد أن تصادر كل ما تبقى من الأراضي والعقارات لمصلحة العرب، تريد أن تصادر كل ما تبقى حتى لا يبقى طبعا لا هناك مقبرة إسلامية ولا هناك مسجد يفتح، ولا وهذا قد اعتدنا عليه. على ضوء هذه المعلومة سيد أبو قمير، ماذا كان رد القضاء؟ ما هي ربما الحجج كانت القضاء الإسرائيلي في مناصرتكم؟ القضاء الإسرائيلي لم يقبل منا بأن يرجع إلى المسألة التاريخية لطبيعة الصفقة التي أبرمت عام 1954 في الأساس. نحن قلنا من بداية الصفقة التي طبعا قضية المصادرة في البداية سنة 1954 التي تمت على المساحة المقبرة 30 دونم، 15 دونم ثم 15 دونم، قلنا أنها عبارة عن صفقة غير شرعية. لماذا غير شرعية؟ طبعا طبيعة الحال بأن المقبرة هي تتبع لإدارة هيئة أقيمت قبل عام 1948، أي قبل إقامة الدولة دولة إسرائيل، وكانت هذه الهيئة موجودة، وبعد طبعا إقامة الدولة بقيت الهيئة موجودة، وبالتالي المقبرة هي ليست من أموال الغائبين، فلا يحق للمؤسسة الإسرائيلية المصادرة وتحويلها إلى دائرة أراضي إسرائيل، وبالتالي تقسيمها ككعكة وتوزيعها على المستثمرين وأصحاب الأموال، وبالتالي هذا ما وصلنا إليه. يعني القضاء الإسرائيلي كان واضح أنه يسمح للشركات الإسرائيلية وصندوق أراضي إسرائيل وما إلى ذلك بأن ربما تدخل إلى هذه المقبرة، تسيطر على هذه الأرض، كانت واضحة في هذه الحقيقة. نعم، خلال تواجدنا في داخل باحات المحاكم الإسرائيلية هذا ما توصلنا، وهذه القناعات التي توصلنا إليها بأن المحاكم تعمل بدورها من أجل تثبيت أحقية هذه الشركات لهذه طبعا المقابر، وكأنها عقار عادي لا قيمة له ولا أموات مدفونين في داخل هذه المقابر. نعم سيد فؤاد، أنت تتحدث معي الآن من المحاكم الموجودة اليوم والقضاء.
من داخل خيمة الاعتصام ضد ما يحدث الآن في المقبرة من انتهاكات للحرمات وحرمات الأموات على وجه التحديد، ما هي تخوفاتكم في الفترة المقبلة؟ طبعا بعدما يئسنا من تصلف أو صلف المحاكم الإسرائيلية وأدركنا بأن البعد القضائي لن ينصفنا، كان الاقتراح بأن نقيم خيمة اعتصام في داخل المقبرة، وكانت طبعا بداية أقمناها في داخل نسميها المقبرة المصادرة، وبالتالي بعد بقائنا في داخل المقبرة لمدة قرابة 15 يوما وصلنا إخطار، طبعا ألصقوا إخطارا على الخيمة بأن أزيلوها لا حق لكم بالتواجد ها هنا. فطبعا نحن كان هدفنا من الأساس الثبات والتواجد في داخل المقبرة لحراستها، فأزلنا الخيمة وأقمناها في داخل المساحة التي بقيت من طبعا 13 قرابة 13 دنم، بطبيعة المساحة 44 دنم، 13 دنم اللي هي بعدها محررة. وبالتالي كان الهدف من إقامة الخيمة حراسة المقبرة، لأننا ندرك بأن المؤسسة الإسرائيلية وطبعا طبيعة القوانين الموجودة تريد القضاء أو طبعا تريد جرف المقبرة والاعتداء على جميع القبور، والدليل على ذلك ما الأحداث التي كانت جرت على المقبرة عام 1996 عندما أقدمت طبعا البلدية في عام 96 بأرادة إقامة شوارع على المقبرة حتى القسم المحرر الذي لم يصادر، أرادت إقامة الشوارع على أنقاض هذه القبور وجرف القبور بإدخال الحفارات، وبالتالي تم التصدي لها أيضا. ونحن طبعا عندنا تخوف بأن تقوم طبعا أن تقوم الشركات بالفعل بالدخول إلى المقبرة عنوة والبدء طبعا الاعتداء على المقبرة وجرف حتى العظام وجرف الاعتداء على طبيعة الأموات موجودة في داخل المقبرة. حرمات وانتهاك حرمة الأموات. أشكرك جزيل الشكر عضو هيئة متولي وقف الاستقلال السيد فؤاد أبو قمير، كنت معي، تفضل. أردت أن أضيف قبل قليل، قبل ساعة ونصف، كان من ضمن المتواجدين معنا شاب اسمه براء أسعد قلق، جاء طبعا من أبناء حيفا، يتضامن معنا، موجود معنا من الحراس على طبعا الخيمة، ما إن خرج من الخيمة حتى تم اعتقاله من قبل المخابرات الإسرائيلية. إذن هذا تحديث من داخل خيمة الاعتصام. نعم. أشكرك جزيل الشكر عضو هيئة متولي وقف الاستقلال السيد فؤاد أبو قمير.